احنا المرة اللي فاتت خلصنا ال comparative وال superlative اللي هي المقارنة والتفضيل. النهاردة هناخد آخر جزء فيه عشان نحل عليه في الكتاب، هو المساواة. لو أنا عندي مساواة في الصفة ما بين شيئين معينين، مثلا مبنيين الاتنين طول بعض، أختين قد بعض توأم يعني، وهكذا. عندي مساواة في صفة معينة، فعندي حاجة اسمها as المساواة، حاجة اسمها as، ونعمل نقط كده وas. تعالوا نشوف ايه حكاية as دي. اوكي، احنا عندنا القاعدة بتقول لنا انه ال first thing ببتدي بيه كالعادة ال first thing، وبعدين verb to be، to be سواء في ال past او ال present، يعني am او is او are، was او were، كلهم يمشوا على حسب زمن الجملة. وبعدين as والadjective من غير إضافة أي حاجة خالص، الadjective لوحدها. أوكي، وبعدين as تاني والsecond thing الشيء التاني اللي هو مساوي لي في الصفة. تعالوا نشوف مثال عشان نفهم أكتر. هقول مثلا my car، وهنا على فكرة ما فيش بقى ولا short adjective ولا long adjective، هو كده كده ال adjective مش بتزود لها أي حاجة. my car is as expensive as، as yours. عربيتي نفس الغلو أو نفس ثمن عربيتك. أقول مثلا أحمد is as tall as علي، الاتنين طول بعض. هقول مثلا the turtle is as slow as the sloth اللي هو حيوان الكسلان، وهكذا. يبقى الطرفين بتوعي equal، مساويين لبعض في الصفة. طيب لو أنا عايز أنفيها زي ما اتفقنا إن أنا بنفي verb to be، مثلا هقول the rabbit isn't as slow as the turtle. يعني الأرنب مش بنفس بطء السلحفة. هقول مثلا the red dress isn't as beautiful as the black one. مش حلو زي البلاك وان، وهكذا. دي آخر جزء في موضوع المقارنة والتفضيل والمساواة في الصفات. في كده مشكلة في الجزء ده؟ في لا حد يا عنده مستر، سؤال؟ لا يا مستر. تمام، تعالوا بقى نشوفها هنا في الكتاب. طبعا دي الجزء بتاع الجرامر، هنا المقارنة والتفضيل، ده الجدول اللي موجود. و as اللي احنا لسه واخدينها، و not as النفي بتاعها. وهنا عندنا كمان much heavier than، ده بنستخدمه الفورم ده أو الشكل ده بنستخدمه
لما أكون عايزة أقول a lot or more, a lot or more, much heavier than. وهنا برضو a little heavier than, يعني أخف حاجة بسيطة أو أخف حاجة كتيرة. أوكي، فدي هنا بتخليني أقول مقدار الصفة ذات نفسها قد إيه، مقدار الصفة ذات نفسها قد إيه. ودي الادفيربس اللي احنا أخدناها، وقلنا إن الادفيربس بتوصف الفيربس، وده جدول مهم بتاع الادجكتيفز والادفيرب بتاعها. في حاجات irregular مش بتزود لها ly، اهو بيقول لنا we can't add ly. good بتبقى well، زي ما قلنا مثلا محمد صلاح is a good player، او محمد صلاح plays well. الاولانيه adjective، الثانيه adverb. hard مثلا Logina is a hard worker، أو Logina works hardly أو hard، الاثنين ده same. تمام، ده الجدول التاني. طيب تعالوا نحل كام واحدة في الـ exercise، وبعدين الباقي homework. هنحل أول 5 والباقي نخليه homework. يلا Logina. Tennis is as in is much more interesting than football. مش هاخد ماتش ومور، ركزي. اختار ماتش ومور طيب، مع بعض. لا هي ماتش. لا، صح، لا is as interesting. لا طالما في ذان خدي مور على طول. تمام. يبقى tennis is more interesting than football. يلا نوران نمبر 2. Number two, I read that women are the best divers than are better better. divers تمام، than I men. read that women، السيدات، are better divers، يعني غواصين أحسن، than men، من الرجال. يلا يا بتول number three. Okay, he plays the guitar really, really good. هنا احنا عايزين نوصف ايه؟ ان احنا هو عايزين نوصف بيلعب بيلعب. الجيتار كويس، مش هو، مش الراجل عزفه للجيتار. يبقى اختار adjective ولا adverb؟ adjective. لا، adjective توصف النون، لو انا بوصف الراجل ذات نفسه، لكن هنا انا بوصف اختار العزف، نوع. اي adverb. يبقى اختار ايوه adverb اللي هي well. well. يبقى he plays the guitar really well. اوكي، Regina for my Italian is quite well, but I can't speak it quickly. تمام. My Italian is quite طب لوزاينا، معلش تاني، مش well. Good. ايوه تمام، quite good، عشان هنا احنا بوصف noun اللي هو الإيطاليان. My Italian تمام. is quite good but I can't speak it quickly، ما مش بعرف اتكلمه بسرعة. يلا نوران نمبر 5. Tom is not. I am. We are both 50. We are both 15، يعني Tom احنا is الاتنين عندنا 15. ايوه as old I am. تمام. Tom is as old، طبعا المفروض يبقى فيه as تانية بس مش عارفة اشيلها ليه. As old as I am، we are both 15. طبعا هنعمل practice كتير على الجزء ده، عشان عارفة ان الجزء ده يعني كتير ولخبطة كتير، فهنعمل عليه practice طول اليونت. ما فيش grammar تاني اصلا، طول ما احنا شغالين في اليونت في الجزء بتاع الريدنج والفوكابلري، هنعمل براكتس على الجزء ده، بحيث ان احنا نبقى متأكدين ان احنا تمام ومش متلخبطين واتدربنا عليه كويس. فالهومورك هيبقى باقي
باقي التشوز بس، وهنسيب الرايت نعملها مع بعض. تمام. Thank you girls, have a nice weekend. See you next time. Bye. Goodbye.